بص انا بمر بمشاكل في ساعة الحاسة بتاعتي، وانا بحاول اصلح مش شكل مش تجميل، انا بحاول اصلح اني استطعم الاكل واشم الريح، لاني انا بقالي 4 سنين لا بعرف انا باكل ايه ولا بس يعني لو حصل احتياط ما اعرفش مسمى ايه احتياط. فعندي مشكلة كبيرة قوي، ومفيش وكل دكتور يبوظ لي حاجة، وفي الآخر يعني الشكل باظ خالص، وما بقاش في طعم وما بقاش في أي ريحة. فبتعافى بقالي وده أثر على صوتي، ومبقتش عارفة أعمل إيه. ورحت إنجلترا ورحت فرنسا ورحت بلاد كتير قوي، فمفيش غير واحد بس هو اللي يعملها لي، وده في أمريكا. ده موضوع كورونا، فمفيش السفارات كلها قافلة بسبب كورونا. بسبب كورونا. شكلي اتغير طبعا، أنا مش عايزة جمهوري يشوفني بالشكل اللي هو المتعودين عليه، دي حاجة غصب عني. فلما أنا أخدت بريك قلت هقعد استنى لغاية لما أسافر،